حننتقل هلأ مشاهدينا معكم لفقرتنا الأخيرة، وهي أيضا جدا تربوية ومهمة بهذا الشهر الفضيل، ورح نتعرف من خلالها على أهم النصائح والمعلومات لحتى نعزز فيها القيم الإيجابية، ونسعى دائما للتغيير الإيجابي برمضان، ونحكي أكثر عن فوائد الصيام وتعزيز العادات الأصيلة بهذا الشهر، وكيف ممكن نستغل هذا الشهر ونبتعد عن العادات الخاطئة. كل هاي الأمور والتفاصيل والنصائح رح تخبرنا عنها اليوم مع خبيرة الطاقة غالية البغدادي. يسعد صباحك وكل عام وانت بخير. يسعد لي صباحك حبيبتي. صباح الخير. صباح أهلا وسهلا فيكي أستاذة غالية. يعني نحن بنستغل دائما شهر رمضان المبارك للتغيير، بنقول انه هو فرصة للتغيير الإيجابي بحياتنا، ولكن الموضوع بحاجة لإرادة وصبر أكيد منا كرمال نبتعد من أي عادات سيئة كانت بحياتنا. خلينا بداية، كيف ممكن نعزز هي القيم؟ تمام. هلأ التغيير الإيجابي بشهر رمضان المبارك، نحن بنعرف أنه شهر رمضان هو شهر روحاني، شهر نوراني، يعني شهر بالفعل بتحسي فيه شو ما كانت الضغوط، تحسي فيه هو شهر كتير فيه طاقة إيجابية، بتحسي فيه كتير إيجابيات. بس كيف الاختلاف؟ الاختلاف بين الأشخاص وهن كيف بيتقبلوا هذا الشهر. يعني في أشخاص بيكونوا متقبلين هذا الشهر ومبسوطين فيه أنه حيكون شهر خير وحننبسط فيه، وفي أشخاص بالعكس بيقول لك هلأ أنا بدي أوقف الدخان، حكون عصبي، حكون. فهي بين شخص وآخر، ولا هو من الأشهر اللي هي بالفعل لازم ننوي التغيير فيها للأفضل، ونفكر كيف أنا بدي غير العادات الخاطئة اللي عندي والعادات السيئة اللي عندي، لأنه هو الشهر بيجددنا داخلياً إن كان روحانياً، لأنه شهر هو كتير روحاني. والشيء الثاني إذا بدنا نحكي فيه كعلاجياً كجسمنا كهيكلية جسمنا، لأنه هو بالفعل شهر أنا بحسه شهر للتنظيف الطاقي وتنظيف الأعضاء الجسم ولتهذيب النفس كمان أكثر. يعني قدية اليوم في أشخاص بتستغل هذا الشهر بتهذيب النفس، بالابتعاد عن العادات الخاطئة، كل شيء سيء، كل شيء سلبي. نحن بنقعد نهذب نفسنا، بنتربى من حالنا وبنصير نعمل شغلات أصيلة هي مزروعة جواتنا احتراما لهذا الشهر الفضيل يلي نحن فيه. خلينا نحكي أكثر عن فوائد هذا الشهر من هاي الناحية. تماما. هلا شهر رمضان المبارك هو في التزام، في شيء يمكن نحن بنعمله بشهر رمضان ما بنعمله بباقي الايام، هذا الشيء اللي نحن بنقول التغيير الايجابي، يعني جمعه العيله على الطاوله، هي الطاقه الايجابيه اللي بتكون اللي نحن يمكن بالايام العاديه ما بنشوفها او ما بنعملها، مثلا كل حدا بياكل لحاله، شهر رمضان هي لمه العيله، قعدتنا حوالين بعض، هي كثير بتعطينا طاقه ايجابيه. الشيء الثاني مثلا حتى لمتنا على السحور، طريقتنا بصله الرحم، يعني نحن يمكن بالايام العاديه ما لنا فاضيين نعزم او ننعزم، بشهر رمضان المبارك بالذات بتحسي انه اختك اخوك في صله رحم كثير حلوه بتصير، فهذا الشيء اللي بيعطينا طاقه ايجابيه، يعني بيعطيكي شيء بتحسي حالك انه عن جد هذا الشهر وصلتي رحمك، عملتي شيء ايجابي، عملتي شيء تغيير انت يمكن ما عم تعمليه. اهم شيء انا فيني احكي عنه بهذا الشهر الكريم اني انا حط النيه، يعني انا لازم احط النيه اني انا بدي غير بحالي، بدي غير الشيء السلبي الموجود فيني. يعني كتير حلو انه نحن نقعد نعمل شوية تأملات، نقعد هيك نراجع حالنا، نراجع الماضي، نشوف الشغلات السلبية اللي فينا. يعني شهر هو كتير منيح لحتى نحن نخفف عصبية، للأشخاص اللي كتير عصبيين شهر كتير حلو، لأنك انت لما بتلتزم الصمت صح هي صعبة لسا عم تضحك تماما بس لما نحن بنلتزم الصمت صدقيني 90% من عصبيتنا بتروح، بس لما انا بدي جادل وحكى كلمة وانا بدي رد عليه هون لا ما استفدت. قديه هالشيء ممكن يضر بالنفس من جوا، يعني انت بتكبتي عصبيتك اذا على طول كل طيلة الشهر بدك تكبتي هاي العصبية بدها تطلع فيكي بالآخر. أنا بطلتها للعادة، كنت أصمت وأسكت تماما. هلأ شوفي، هلأ على حسب، هلأ في جدال بيكون عقيم، يعني انت قد ما حاولتي تحكي قد ما حاولتي تحكي طب هو خلص لا هو اكيد، فانا ليش لنزل من طاقتي وليش لخلي طاقتي مستنزفه وانا بدي اقنعه او بدي احط له انه خلص لازم يكون مثلي؟ لا، يعني انا بحكي اللي لازم، صار صار، ما صار خلص، ليش لحتى ضل؟ يعني كثر الجدال على فكره الشخص هو اللي عم يجادل هو اللي بينأذى، بتصير الطاقه عنده مستنزفه. الشيء الثاني اللي بدي احكي انه العادات اللي نحن بنرتكبها بغير شهر رمضان اللي هي التدخين كثير او طريقة الأكل الغلط، بشهر رمضان عن جد هي فرصة كتير لحتى نحن نخفف هذا الشيء. هلأ صح هو صعب
بس احنا قادرين انه عن جد نغير من هي العادات يلي هي نوعا ما انا بشوفها مضره. وكثير ناس بعد شهر رمضان بيقول لك انا كنت دخن، طلعت برمضان خف الدخان، طلعت ما عاد دخنت ابدا. كثير ناس حتى من السيدات بتلاقي انه بيلتزموا بنظام اكل معين، تطلع نازل وزنها، مرتاحه، بتكمل بعد رمضان. لهيك انا عم اقول هو من الاشهر الايجابيه اذا استغليناه صح. طيب. يعني هي العادات الخاطئه يلي ذكرتيها واكيد غيرهم من العادات الخاطئه، نحن اليوم عندنا طرق وخطوات كرمال نبتعد عنه، خلينا نوضح. تماما. هلا نحن اول شغله مثل ما قلت لك نحن بدنا نحط النيه ويكون عندنا هدف. يعني انا بدي احط جدول اني انا هلا بشهر رمضان المبارك انا عندي نقطه 2 3 سلبيه، انا بهذا الشهر لازم اشتغل عليهم لحتى بدلهم. اذا انا ما حطيت النيه وما حطيت هذا الجدول صعب كثير اني انا اكون عشوائي، يعني ما بتزبط القصص. فانا بس حط النيه وانوي وكون عارفان انه هذا الشيء غلط، صدقيني حيتغير، يعني لانه النيه تسبق اي عمل. اهم شيء النيه. تماما، اهم شيء النيه. انا بقول انه انت بس تنوي بيكون عندك كثير قدرات انك انت تقدري قابله للتغيير، اما انت اذا بس خلص يلا بدي اعمل بعدين، بس يلا بنص الشهر، يلا باخر الشهر، راح الشهر وانت ما عملتي شيء. ونبلش خطوه بخطوه. يعني انا ما عم اقول مثلا انه الشخص كل الوقت شو ما انحكى قدامه يضل انه لا ساكت وانه يلتزم انه ما يكون معصب، ما يكون لا اكيد خلص يقول اللهم اني صائم. تماما. لا، قادر انه هو يشرح ويحكي بس بقدر معين، ما اكون انا خلي طاقتي مستنزفه، ما اكون هذا الشخص اللي انا تعبان. هي خطوات بسيطه بس اذا نحن مشينا عليها كل شيء نعطيه الحل الوسط او الامور الوسطيه، ما نكون نحن هدول الاشخاص اللي بس بدنا نعيط، ما نكون هدول الاشخاص اللي نحن عنا شهر رمضان بس شهر للاكل، اني انا كل همي اني انا كم طبق بدي اعمل وشو بدي اسوي وشو بدي اتبع. هذا حيكون الشهر جدا متعب وجدا سلبي. يعني لست البيت والافراد العائله من الناحيه الماديه حتى من الناحيه الصحيه. ليش ما اكون انا بكل شيء يكون عندي الاعتدال، يعني الاعتدال بالروحانيات، الاعتدال بصله الرحم، يكون عندي هذا الوقت اللي انا اكون فيه لحالي لحتى انا احاول اصلح من الشيء السلبي اللي موجود عندي. يعني كمان الصائم ما بدنا ننسى انه هو عنده طاقه محدوده، ما بيقدر يستنزفها كلها، انه بالجدالات ممكن موقف صغير يعصبه للصائم، ما يفطره بس انه يعصبه وما يحكي. يعني هذا الشهر كمان ممكن كثير اشخاص ما يقدروا يصوموا ولكن بياكلوا لوقت الفطور، ولكن عندهم شيء عارض صحي او شيء ما بيقدروا يصوموا. لكن هون في صيام عن كثير عادات خاطئه، يعني من نوع تهذيب النفس، كذب ما بكذب، ما بحكي على حدا، صح انا ما عم صوم بس ولكن متبع كل القواعد الدينيه، انه انا كل شيء حرام ما بعمله، ان كان الكذب، ان كان النميمه، ان كان الغش، حتى ان كان اي شيء من تمام. يعني احتراما للشهر الفضيل نحن بنختصر كثير كثير قصص. كثير حلو اني انا يعني اذا عندي وقت فاضي كثير حلو اني انا ضيع هذا الوقت الفاضي بالعادات والتقاليد. يعني انا اخذ ابني ورجيه شهر رمضان، ورجيه السوق وعلمه كيف اني انا اتصدق، علمه هاي العادات الحلوه اللي نحن كثير يمكن لغيناها من حياتنا، علمه كيف ساعد الكبير، علمه كيف مثلا انا اني اذا شاري شيء اسمه مع غيري، طعمي غيري. يعني في عادات كثير حلوه اذا بنعززها بهذا الشهر مع اولادنا بتحسي الشهر عن جد احلى صار. هو حلوه بهذا الشهر الكريم كثير بتاخذي طاقه ايجابيه اذا انت كانت حياتك تشاركيه، يعني كل شيء شاركتي فيه ان كان الاكل او الشرب او الدعاء، بتحسي عن جد انت طلعتي من هذا الشهر كثير عندك طاقه ايجابيه. تمام. بتلاقي اليوم نسبه من الاشخاص بتخاف من التغيير، بتقول لك انا بخاف من المجهول، بخاف غير اي شيء بحياتي. قد ايه هذا الشيء غلط؟ قد ايه نحن اليوم التغيير هو سنه الكون والحياه، رح نتغير اكيد شئنا ام ابينا باي شيء ممكن نكون فيه. خلينا نوضح الموضوع. تمام. هلا التغيير كثير مهم، وانا اي شيء يعني في قاعده بالحياه اني اي شيء انا ما عاد يعطيني قيمه انا قادره اني الغيه من حياتي، لان هي قيمه لحالك. يعني اي شيء حتى الشجره بوقت معين بتتخلى عن اوراقها، ليه؟ لانه خلص ما عاد يعطوها اي قيمه او ما عاد يعطوها شيء. فقوه التغيير هي كثير مهمه. انت لما بتحطي ببالك اني انا لا بدي غير من حالي، بدي غير من محيطي، بدي اشتغل بطريقه ايجابيه، اهم شيء انك انت عم تشتغلي شيء لإلك، انت عم تظبطي من امورك. يعني كثير حلو انه نحن مثلا اخر الليل نجيب ورقه وقلم ونكتب ايجابياتنا ونكتب سلبياتنا ونشوف انه اكثر ونشتغل على هذا الموضوع. يعني هذا الشيء اول شيء بفضي لك ذهنك، ثاني شيء بيطلع الافكار السلبيه من راسك، لانه الفكره السلبيه بس تكتبيها وتقريها
انت قلتي لها طلعي من راسي. فهذا الموضوع او هذا التدريب كثير مهم انك انت تعملي، بتحسي حالك عم تشتغلي على حالك وعم تجددي حالك وتغيري حالك بطريقه كثير حلوه. لا اكيد التغيير كثير مهم بحياتنا وبمواقف معينه، لا اكيد لازم نتغير لانه اذا ما تغيرنا ما بنتعلم. هاي نقطه كثير مهمه، ودائما كل المدربين والكوتشات وحتى الاخصائيين والاطباء بينوهوا على قصه التغيير، ان كان بالتغيير بالحياه الاجتماعيه، تغيير العمل، تغيير بشكلنا حتى نحن نجدد هي الطاقه جواتنا. ولكن التغيير بشهر رمضان، ان كان على سبيل المثال تصرفاتنا الغير معتادة على الأشخاص، خلينا نحكي بشكل شخصي، تصرفات غير معتادة، يعني نصير أكثر ود، أكثر رحمة، أكثر تسامح من هي الناحية. كيف نحن ممكن نقدر حتى نتخطى هي كل شيء صعب؟ أنا عصبت منك، ما رح أعصب منك، أنا مسامحتك، خلص بقمة الرواء. كيف نوصل لهون؟ هلا شوفي، هلا كل شيء بده تدريب. يعني ما في شيء انك تقولي اني انا خلص ما بدي اعصب وانه خلص وانا ما بعصب، لا، هي اول مره بدك تمرقي بموقف حيكون رده الفعل اذا انت حاطه النيه اخف فاخف لحتى تلتغي هي القصه. فكره المسامحه، انا مع فكره المسامحه، بس نحن في اوقات معينه وفي اشخاص معينه لا ما فينا نكون هذا المسامحين لانه بيكونوا كثير اذينا، بس انا فيني ابعد بطريقه معينه، ما يكون كثير، يكون في ملاسنه او في قصص يعني سلبيه بالموضوع، لا، إذا ما بدي سامح أنا برأيي إني أبعد، لأنه نحن بالنهاية بشر. يعني أنا أكيد علم الطاقة هو علم السلام والرحمة بس والتسامح، بس هو أنت في مواقف معينة بتمرق مع الإنسان بالحياة، نحن بالنهاية بشر، فما فيك تسامحي، بس أنا بفكر إني أنا لا أبعد عن هذا الشخص، ما أأذي. أهم شيء إنه ما يكون أنت عندك فكرة الحقد والانتقام، إنه أنا هذا الشخص أذاني أنا بدي ضل وراه لحتى أأذي، أو إني أنا بشوفه مأذي أنا بدي أشمت فيه. هون نحن فتنا بشيء بالفعل سلبي. اما انا لما يكون عندي انه لا خلص انا ببعد عن اي شيء، يعني اعتزل ما يؤذيك، انا هيك بقول، اي شيء انه هو بتحسي انه هو عن جد عم يعطيكي طاقه سلبيه او عم يؤذيك، انت مانك مضطره ولا بشكل من الاشكال انك تضلي، خصوصي اذا شيء بيمس الكرامه، فورا الانسان ينسحب لانك طاقتك حتكون مستنزفه وحتكوني انت اللي تعبانه. تمام. واليوم قد ايه التغيير بحاجه لدعم وتحفيز وتشجيع من الاشخاص يلي حوالينا، من الاشخاص الايجابيين؟ تماما. هلا محيطك هي الحلقه الاولى اللي بنقول هي اكثر حدا بيدعمك او اكثر حدا بينزل من طاقتك، ونحن احيانا بنلاقي انه محيطنا بفشلنا احيانا لانه ما بيكون عنده هي القدره او الايمان فينا، مو نحن قاعدين وبيعرفونا وخلص بنفس البيت، فعلى طول بيكون عنده الكلام عنده او الكلمه بتطلع منه سلبيه للاسف. يعني فانت حتى محيطك وقت بتحسي انك انت عم تنجزي وهذا الانجاز انت عاجبك وانت ما في غلط وانت عم تتقدمي ومحيطك الحلقه الاولى عم يفشلك، انا ما بصير بحكي، انا بصير بتخطى، لو حكوا بتخطى الكلام وكانه مو الي الكلام، وبشوف الدائره اللي بعدها، هل هن ايجابيين؟ هل انا الشيء اللي عم بعمله ايجابي؟ هل هن عم بيدعموني؟ بكون على طول مع الشخص الداعم لإلي. وحتى اذا ما لقيت حدا يدعمني ادعم حالي انا، يعني على طول انا احكي مع حالي كلمات ايجابيه اني انا بقدر، انا قويه، انا نشيطه، هدول الكلمات عن جد بيعطونا كثير طاقه، يعني ندعم حالنا. قد ايه يعني مهم، عم تحكي عن جد حكي كثير حلو، انه نحن نكون الداعم الاول لنفسنا، لانه كثير مثل ما ذكرتي ممكن اقرب الناس لنا ممكن يكون هو السبب بتحطيم معنوياتنا او حتى يعطينا طاقه سلبيه، ممكن هو ما يأذينا بكلمه او موقف هو طاقته سلبيه تأثر علينا، فنحن نكون الداعم الاول لنفسنا. خلينا كثير ننوه على هي النقطه، كيف ممكن انه نحن شو ما صار حوالينا، ما بدي اقول لك ما نتأثر، بس ما ننسى انه نحن الاساس لنفسنا ونحن الداعم الاول لنفسنا. تماما. شوفي هلا بدنا نعرف شغله بالحياه، انه ما حدا سند حدا، يعني كله رايح للزوال، فما حدا سند حدا، فكل انسان سنده حاله، يعني بالنقطه الاولى كل انسان هو مسؤول عن حاله، هو مسؤول انه يسعد نفسه. على فكره يعني انا ماني مسؤوله اني انا اسعد الاخرين بقدر ما اني انا مسؤوله اني ما اذي الاخرين، ما ازعج الاخرين بكلمه، اما انا
ماني مسؤولة اني انا اضيع من طاقتي واهدر طاقتي كرمال انا اسعد الاخرين، هي ابدا ما لها شيء منيح. انا مسؤولة اني انا اسعد حالي وكون مع حالي صح وادعم حالي، يعني اقل شيء اني انا ما استنى انه حدا يهديني، ما استنى انه حدا يجيب لي وردة، اجى على بالي وردة بروح بجيبها، اجى على بالي هدية بروح بجيبها، ما ضل اني انا عم استنى. هذا الدعم وقت انت بتدعمي حالك حتى بالكلمات اني انا لا بقدر وانا قوية وانا لسه لقدام وانا عندي كثير قدرات، هي الكلمات هذا حديث النفس كثير بيعطيك تأييد. وشكرا لنفسي. تماما اكيد، حتى وقت توقفي على المرايه بتحكي مع حالك انه انا لا بقدر. فبشوفي انت قديش بترفعي من طاقتك عن جد اذا بتكوني عم تحكيها من قلبك ومآمنه بالشيء اللي عم تحكيه، بتحسي جسمك كله صار فيه هيك وكانه طاقه ما بتعرفي شو هي، بتحسي حالك في طاقه هيك بدك تطلعيها، فهذا الموضوع كثير مهم. تمام. ويمكن اليوم قديه المواقف الصعبه او الظروف الصعبه اللي بيمر فيها الانسان خلال حياته هي فعلا بتؤدي للتغيير، ممكن تكون تغيير ايجابي، ممكن تكون حافز بحياته. خلينا نوضح النقطه. تماما. هلا كلياتنا بنمرق بمواقف صعبه وممكن مواقف كثير تاذينا يعني، فكيف انا بدي اتخلص من هذا الموقف؟ شوفي اي مشكله بتصير معك بالحياه قد ما كانت صعبه فيها شيء ايجابي، اذا انا ما شفت هذا الجانب الايجابي انا ما فيني اطلع. على طول من اي مشكله بس انت تعدي وتركزي بالموضوع وتشوفي الشيء الايجابي بالقصه انت قادره تطلعي من القصه بطريقه كثير حلوه. على طول نستفيد من النقطه الايجابيه او من الجانب الايجابي باي مشكله صارت معنا، المهم نتعلم ما نطلع ونفوت بغلط ثاني. اكيد. بالختام بدنا نشكر حضرتك الخبيره حبيبتي. الطاقه غاليه البغدادي ونورتي صباحنا. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك.